رجعت لكم سريعا، ودلوقتي بقى منورني ومشرفني في الاستوديو دكتور عمرو مبروك، استاذ جراحه التجميل كليه الطب عين شمس. يا دكتور مساء الفل. مساء الخير يا رهان، ازاي حضرتك؟ فرصه سعيده جدا، منورني النهارده. ده نورك يا فندم، ومتحمسه جدا للحلقه لان في اسئله كتيره. انا ايه دكتور، يعني الساعتين دول اسئله بقى. ربنا يخليك يا دكتور. احنا يعني قبل ما نطلع هوا كنت بدردش مع حضرتك، وخلينا نبتدي كده ايه سكشن سكشن. لو اخدنا اول جزء، وده حاجة بتهم الستات كلها، وخصوصا اول ما بنبتدي بقى نعدي العشرينات، المشاكل او الحاجات اللي بتحصل بقى للوش وعلاجاتها المختلفة. طبعا في حاجات كتيرة جدا، من اول الحقن لغاية شد وعمليات بقى. تمام. فخلينا ناخدها واحدة واحدة. امتى حضرتك مثلا لو تشوف كده، امتى تقول لا دي مش علاجها فيلرز او بوتوكس، دي علاجها ان مثلا تبقى في تدخل جراحي؟ تمام. هو اولا انا مبسوط جدا من الكلمتين الاولين اللي انت حضرتك قلتيهم في الانترو الاول، اللي هم موضوع الستاتستكس. يعني واضح ان حضرتك بتحبي دايما تجيبي احصاءات. انا الدراسات دي، ده انا يارا دراسات. طب كويس. معروفه بيها. فتسمحي لي اقول على دراسه صغيره. يا ريت. عشان تبقى المدخل لينا للكلام على الوش. يا ريت. الدراسه دي برضو كان انجليز، هو في الغالب الدراسه الاولانيه بتاعتك كانت انجليز برضو، لان الانجليز غاويين دراسات اللي هي لونج لايف ستاديز، 25 سنه 30 سنه، بياخدوا مجموعتين من البشر. المجموعة دي كانت ناس عندهم من سنهم 20-40، وتابعوهم مدة 20 سنة عشان يشوفوا، زي ما حضرتك اتكلمتي على اللي بيشوفوا بتوع الزهايمر، دول هم شافوا نضارة الوجه، نضارة الجسم، احتفاظ الجسم بالشباب، واحتفاظ الإنسان بشكله الجميل، وعلامات السن ظهرت عليه امتى. المجموعة اتقسمت لاثنين، مجموعة صحية بياكلوا خضار، فاكهة، بيلعبوا رياضة، ما بيدخنوش، ما بيشربوش، والمجموعة التانية العكس تماما. أوكي. بعد 20 سنة رجعوا المجموعتين دول وعملوا عليهم دراسة، وإيه الأخبار يا جماعة؟ جزء طبعا من اللي هم المصرفين على أنفسهم كانوا ماتوا، توكلوا على الله، حوادث وإصابات وأمراض. والنوع التاني اكتشفوا إن لما بمقارنة المجموعتين دول مع بعض، اكتشفوا إن الناس اللي هم شكلهم صغير، اللي هم صحتهم كويسة، شكلهم صغير جدا، أصغر من سنهم ليترلي بعشر سنين. والناس التانيين شكلهم اكبر من سنهم بعشر سنين. الله، الكلام ده ما كانش بروفد اربع خمس سنين باك، ما كانش معروف ايه السبب بتاع الدراسه دي. الناس قالت عشان خاطر الرياضه والصحه والكلام ده كله، لحد ما اتعملت دراسه حديثه، اتعملت السنه اللي قبل اللي فاتت او اللي فاتت 2018، اتقال فيها، قال لك ده قصه كلها ليها علاقه بالجينز. الجينز اللي هي مسؤولة عن نضارة الخلية أو عن حياة الخلية، كل ما طول جين معين فيهم، كل ما كان الجين ده أصغر سنا وأكثر حياة وحيوية. فاكتشفوا أن الجين بتاع الناس اللي هم اللي بيلعبوا رياضة ومحافظين على صحتهم أطول من الجين بتاع المثيل بتاعهم في نفس السن، ولكن لا يهتم بصحته، لايف ستايل مختلف، أطول، بحيث أن الخلية دي أصغر من الخلية بتاعت زميلها بتسع سنوات كاملة. يعني الاستادي اللي اتعملت في إنجلترا اتعملت على عشر سنين فرق في الشكل وفي المنظر وفي الصحة، بس ما كانوش عارفين السبب، بيرجعوا فقط لأسباب هلامية، ولكن طلع أن السبب ان الجين اختلف نظرا لنوعيه الحاجه اللي انت بتقدميها لهذه الخليه مختلفه. واحد بيديها اكسجين والتاني بيديها سم. يبقى اذا اول خطوه هنقولها للساده المستمعين والمشاهدين، بليز ارجوكم من فضلكم حافظوا على صحتكم، علشان دي هتؤدي الى ان انت ده الرصيد اللي حضرتك بتسحب منه بعد كده. والمحافظه في الصحه تكمله للكلام اللي حضرتك قلتيه على الزهايمر، هم ثلاث حاجات ما لهمش رابع. نمره واحد، الاكل الصحي، الابتعاد تماما عن التدخين بكل انواعه، الشيشه والسجاير والكلام ده كله، ولعب الرياضه، and keeping a diary، يعني ان الواحد يكون عنده مذكرات يوميه يكتب فيها مذكراته، مش ان انا النهارده اتخانقت في الشغل مع فلان او علان، لا، النهارده اكلت ايه، شربت ايه، دي بتحاولي لا مش الفود بس، بتخليكي حضرتك تفتكري الدقائق والرقائق في حياتك. الرقائق الصغيره دي بتخليكي تعملي تمرين لذاكرتك عشان تحافظي عليها، ما تنسيش بعد كده المفاتيح حطيتيها فين والنضاره حطيتيها فين. المفاتيح والنضاره دول هم اول علامات الزهايمر. والله يا دكتور ساعات واحد بينسى راكن العربية فين. مش عايزين نوصل للمرحلة دي. عايزين نوصل. بس. شكرا بعد يجيب عربية من نوع يزمر. أكبر لما تدوسي على الزرار تزمر. عادي جدا الواحد ينزل يقول مش فاكر أنا ركنت العربية فين. بالظبط. أوكي. فهي فعلا يعني أولها هو الواحد أنه يبقى واخد باله من نفسه. أنه هو يحافظ على نفسه أكتر من كده شوية. ده اللي هيدينا
ده لسه في دراسه تانية على فكره معايا. ايوه قول لحضرتك بس انا هقول لك الحديث الشريف الرسول عليه الصلاه والسلام قاله: من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته. فدي مهم جدا بالنسبه لنا، لان انا شايف ان الاجيال الشباب كلهم دلوقتي ماشيين في سكه الشيشه والسجاير والفيب اللي هو السيجاره الالكترونيه. لا لسه في واحده قصتها موجوده على السوشيال ميديا بسبب الفيب. انت عارفه حاجه ان الفيب دي بتطلع نيكوتين مركز يعني. مره واحده مريضه جايه بتقول لي انا الحمد لله بطلت سجاير باخد فيب. الفيب دي عباره عن نيكوتين مركز بيزود نسبه الادكشن للنيكوتين بنسبه عاليه جدا. دراسه اتعملت حديثا. طب احنا مش شايفين الدراسه؟ انا عاجبني قوي الكلام ده والله يا دكتور، عايز جدا ممكن اكمل الحلقه دراسات. دراسه اتعملت حديثا لحضرتك. ما هو ما كل واحد بيقرا كل ما يكتشف مصايف الدراسات. لما هتعرفني هتعرف صدرك دراسات بالنسبه لي ايه. فهو التدخين قال لك، قال لحضرتك النيكوتين ده بيخترق البلاد برين بارير بسهوله جدا. وبيعمل شوتس اوف انه بيخلي الريسبتورز ما تحسش، ويبتدي الانسان ياخد جرعات متتاليه من النيكوتين، بتزود الهارت ريت بتاعه، بتزود القلب، دقات القلب، بتزود التنفس السريع بتاعه، بتزود العصبيه والنرفزه، وبتعمل ضغط شديد جدا على الشرايين لحد ما بتعمل ساعات انسدادات في الشرايين الرئويه والشرايين القلب. والنقطه الثانيه ان في دراسه اتعملت على الفيب دي بالذات قالت ان هو النيكوتين ده عمل اصابات رئويه في الناس اللي عندهم استعداد للاصابات الرئويه. ولسه طبعا الشيشه مليانه كارسينوجينيك او مواد مسرطنه، لان الروائح هيقول لك شيشه تفاح، شيشه مش عارف برقوق، هي دي نفس الروائح اللي احنا حاجه بنستعملها في البيت عشان تعملي ريحه في البيت. تخيل لما يجي واحد يضيف ريحه من الروائح الفظيعه اللي هي ديفينتلي مسرطنه يحطها على التدخين، وحاجه تاخديها على طول على الجسم يعني. لا لا ربنا يستر، مصيبه ربنا يستر. لا وهو فعلا هم اخيرا يعني لسه كان اصلهم قعدوا فتره على موضوع الفيب ده ان هو لا ده احسن من ثبت حاجه علميا ان الفيب ما بيقللش التدخين. يعني بالعكس ده بيزود اعتماد الشخص على النيكوتين. دي تحذير. والبنت اهي والله قصتها على السوشيال ميديا في كل حته، ان هي راحوا كانوا فاكرين عندها نمونيا، طلع عندها مشكله ان الرئه بتاعتها بطلت تشتغل، مش عارفه تشتغل من الفيب. حضرتك عارفه كام حاله ريبورت زي البنت دي ريسنتلي؟ 11 حاله. اوكي ده اللي مكتوب. هو ده بقى مين الواحد الصبح. بيستنى الدراسات دي دراسات يعدي عليها بس 10 سنين ولا 15 سنه عشان نعرف النتائج. ربنا يستر. اهلا وسهلا. طيب يا دكتور نروح بقى للوش. ايوه يا فندم. وامتى بقى الواحد يعرف ان او امتى حضرتك تقول لحد لا ده محتاج تدخل جراحي مش حق؟ زمان حضرتك ما كانش يعني في التسعينات، في اول التسعينات كان كل اللي مكتوب في الكتب انك انت الشخص لما بيجي لك يا اما تعمل له شد جفون يا شد وش وخلاص الموضوع انتهى على كده. وكان زمان كنا بنقول الجمله الشهيره اللي بيقولها الدكاتره والاطباء واساتذتنا، يقولوا له تعالى لما تكبر سنه شويه، مش معقول اعمل لك عمليه انت في الثلاثينات انت في العشرينات. لا اولا حكايه السن، ما فيش سن محدد لعمليه جراحيه. ممكن نعمل عمليه، عملت عمليه شد جفون لواحده في العشرينات. ليه؟ لان كان عندها عيب خلقي في الجفن بتاعها وكان عندها ترهل. او زي مثلا في جنوب شرق اسيا في ناس كتير قوي بتكره الاستجما بتاعه الجفن اللي هو الجنس الاسيوي، فبيحاولوا يلجأوا الى جراحات التجميل علشان يحلوا مشكله هذا الجفن اللي نازل في جنوب شرق اسيا او الجنس الاسيوي او الجنس الاصفر زي ما بيقولوا. فما فيش حاجة اسمها سن معين للعمليات. لكن بقى في ايدينا اسلحة كثيرة جدا من منتصف التسعينات وطالع، اللي هي بنسميها الانسيلري بروسيجرز او البروسيجرز اللي بتساعد قبل ما اعمل عملية شد وش او شد جفون. فما بين الحقن مختلف انواعه، سواء الحقن ده كان بوتوكس، والبوتوكس او البوتولينيوم توكسين ده مادة سمية تستخرج من البكتيريا بتؤدي الى نوع من انواع ازاله التجاعيد، بس ازاله مؤقته في مناطق الوجه التعبيريه اللي هي بالذات في منطقه الجبهه او حوالين الجفون او في الرقبه. لكن في المنطقه اللي في النص دي مفيش البوتوكس مش هيأثر فيها او بتمشي. فساعتها بنستعمل يا اما الفيلرز بانواعها يا اما بنستعمل الدهون. وده القصه بتاعت الدهون دي ليها قصه وحدوته كبيره جدا ظهرت والناس عماله تتكلم عليها زي ما يكون اكتشاف جديد. لا الدهون يعني ده كان رساله الماجستير بتاعتي في مفيش داعي اقول امتى فواخر الثمانينات ثلاث شهور كده ثلاث شهور. فكان عندي الرساله بتاعتي كان عن شفط وحقن الدهون واثاره الجانبيه سنه 89 90
90 لما عملتها. فالرسالة دي بالذات أثبتت أن الدهون هي سلاح ذو حدين، أثارها الجانبية محدودة ومعروفة، ولكن إحنا بنحاول أن إحنا نتجنبها بأن إحنا نعمل العملية بطريقة صحيحة. أوكي، قبل ما نتعمق أنا لازم بس أطلع فاصل سريع وهنرجع، ولما نرجع برضه أنا بخصوص موضوع حقن الدهون عندي سؤال كده بس هخليه بعد الفاصل على طول. طبعا أنا حابة أن أنا أفكر كل اللي بيتابعونا دلوقتي لو عندكم أي أسئلة لدكتور عمرو ياريت تبعتوها على طول، 1006 ده رقم الاس ام اس ممكن تبعتوا الأسئلة عليها، أو على الفيسبوك facebook.com/nogumfm nogumfm. طبعا منورني النهاردة في الاستوديو دكتور عمرو مبروك أستاذ جراحة التجميل كلية طب عين شمس، خليكم معنا دقايق ونرجع على طول. انتوا لسه مع النص الحلو مع يارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا مرة تانية وطبعا لسه مكملين مع حضراتكم. النهاردة منورني دكتور عمرو مبروك أستاذ جراحة التجميل. يا دكتور وقفنا اللينك اللي فات على طول قبل الفاصل وكنا بنتكلم عن التدخلات الجراحية للوش فيرسز يعني انه حد يحقن او 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 كده، وكان عندي سؤال وحتى كنت بقول لحضرتك اوف اير السؤال ده عشان حضرتك قلت موضوع حقن الدهون ده بنسمعه دايما، وفي حد كمان في اس ام اس جات بسؤال ليه علاقة بحقن الدهون. اللي انا اعرفه او اللي انا شفته من كذا حد ان حقن الدهون ده ملهوش نتيجة، يعني اعرف واحدة عملت حقن دهون قعدت حبة شوية صغيرين كده حاسة بفرق وبعد كده اكنها ما عملتش اي حاجة. بصي بقى يا رهانم، في مثل بيقول ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، دي فن السياسة ونفس الحكاية فن في الطب. بس لازم اشرح للمريض انا داخل على ايه. حقن الدهون دي حاجة كويسة جدا وحاجة يعني مفيدة جدا للمرضى، ولكن ليها القصور بتاعها. اولا في دراسة، طالما هنتكلم عن الدراسات اتعملت جدا والله الموضوع ده ما ينفعش انا استاذ في الجامعة ما اتكلمش عن دراسات وستاتستكس، لو انا جيت ما حكيتلكيش اي ستاتستكس المفروض ما تاخديش اي كلمة من الكلام اللي بقوله ده صح، عارف على المطلق كده لا، عارف اللي هو زي سعاد حسني في الفيلم اللي هو ايه اللي هو فيه مجلة عراقية مش عارف اسمها ايه وبتاع وعلمني العم والنبي احمد والكلام، لا لازم نتكلم ساينتفك ووردز. الدراسة بتقول ايه؟ بتقول دهون لما بنحقنها جزء منها بيعيش وجزء منها بيحصل له ابسوربشن. اوكي. وبيختلف الامر اذا كانت الدهون هتقعد ولا هتمشي على عده اشياء. نمره واحد الطريقه اللي انا باخد بيها الدهون. نمره اتنين نوع المريض. يعني ايه نوع المريض؟ يعني حضرتك في دراسه اتعملت قالت ان في جينات في معينه في الناس الجين ده لما يبقى موجود بيخلي ان الدهن بتاع العيان ده هيستقر فيه، ولما هنقله من مكان الى اخر مش هيحصل له ريزوربشن مش هيمتص. دول بيشكلوا حوالي 20 الى 25% من البوبيليشن بس. الباقي الدهون بتقعد في فترات متفاوته ما بين 3 شهور الى سنه او سنتين ماكسيمم، ده اخرها يبقى اذا الدهون بتساوي علاج وقتي وليس علاج دائم. لما اقول للمريض ده كلمه واحده علاج وقتي علاج دائم يبقى المريض هيهدى. طب ايه فايدتها؟ فايدتها في عدة اشياء. لما انا اجي مثلا وش حصل فيه فقد للنضارة تماما، ست فقدت وزن واول حاجة الواحد لما بيعمل رجيم وشه بيقع بيتصفت ويفضل عنده دهون لسه موجودة مضايقة، فيقولك انا وشي باظ. ست تيجي تقول انا وشي باظ هعمل ايه في الجفاف اللي حصل في الوش او الوش دخل لجوه اتصرف ازاي؟ فبنقول لها هناخد دهون ونحقنها او هناخد فيلر ونحطه علشان املى وجه هذه السيدة اللي حصل لها خواء في الوجه نتيجة لفقد الوزن بفيلر هنحتاج مثلا بتاع حوالي 25 حقن. والحقنة انت عارفة تمنها مكلف جدا فوق 2000-3000 جنيه. طيب يبقى معنى كده انها دفعت في حل وقتي لان الفيلر بقى مفيش فيه هزار ما بين 3 الى 6 شهور كأنك يا ابو زيد لا رحت ولا غزيت بيختفي. يبقى اذا لو انا حطيت فيلر 25 حقنة فيلر في الست دي يبقى انا حرام اللي انا عملته. يبقى الحل ان احنا نحط فيها دهون لان الدهون مش بتتحسب للمريضة ودي حاجة مادية بالطريقة الايه بعدد الحقن. وبالتالي بتبقى تمنها اكيد ارخص من ان هي تعمل 25 حقنة فيلر هما 25 سنتي. يبقى دي نمرة واحد. نمرة اتنين الدهون بما ان هي حل وقتي الميزة اللي فيها لما بناخد معانا كل المحاذير نظافة في اخذ الدهون
طريقة معينة في أخذها والهارفستينج زي ما يقولوا حصاد الدهن. ثالثا استعمال بعض الأنواع من الكاتاليست أو الحاجات اللي هي العوامل المحفزة اللي هي موجودة اللي بنسميها الجروس فاكتورز اللي بتتحقن مع الدهون تساعد الدهون دي إن هي تبقى في المكان. الامتناع عن التدخين، التناول التغذية الصحية، شرب الماء بكثرة، كل الكلام ده بيساعد الدهون إن هي تقعد فترة أطول مما احنا متوقعينها. يبقى إذن الدهون حل مناسب جدا في الوجه أو في منطقة الإليا، ولكن في بعض المحاذير في حقنها في منطقة الإليا لازم تتحقن بطريقة مخصوص، علشان في بعض الناس حصل لهم مشاكل نتيجة لخطأ في التكنيك من الطبيب. أوكي. ده بالنسبة لحقن الدهون. نوصل بقى البيت القصيد اللي حضرتك سألتيني عليه أوف إير، لو نحقن الدهون في الصدر ولا ما نحقنهاش. في صناعة كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية دلوقتي اسمها إعادة بناء الثدي بعد استئصال الأورام السرطانية منه. أوكي. هذه الصناعة قامت على، عشان كده لما تيجي تقري مثلا مجلة PRS مناسبة الأبحاث American Society of Plastic Surgeons اللي أنا أشرف أن أنا عضو فيها، الجمعية الدولية الأمريكية، المجلة الرئيسية بتاعتهم اللي هي الترتيب بتاعها على مجلات جراحة التجميل في العالم هي المجلة نمبر 1. أوكي. تمسكي المجلة من الفهرس لحد ربعها هتلاقي مقالات عن إعادة بناء الثدي. ليه؟ لأن إعادة بناء الثدي في الولايات المتحدة الأمريكية بقى يتم تغطيته تماما بشركات التأمين. فبالتالي أي مريضة بتشيل ورم أو بتشيل أي حاجة من الثدي ويحصل شكل يختلف فيه الشكل ده، أو الشكل ما يبقاش يعجبها، أو يبقى فيه نوع من أنواع الديسفيجرمنت أو الشكل يبوظ من العملية الجراحية، بيتم إصلاحها على حساب شركة التأمين. فأصبحت صناعة ضخمة جدا. وأصبح الاستثمار فيها سهل، والمصاريف والتكاليف بتغطى بواسطة الشركات التأمين. فبالتالي الدكاترة ابتدوا زي ما بيقولوا يجودوا، فابتدوا يحقنوا دهون. مشكلة حقن الدهون ايه في الثدي؟ ان هو حل وقتي. يعني كل 3-4 اشهر هتخش المريضة تملأ ثدييها مرة اخرى بعد ما فرغ نتيجة استئصال ورم سرطاني او ورم حميد من المكان، وادى الى فراغ في مكان هذا الحشو، فنحشو هذا المكان بخلايا دهنية. خلايا دهنية دي هتقعد فترة قصيرة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ايه المشكلة التانية؟ المشكلة التانية ان هذه الخلايا الدهنية مش كلها بتمتص ومش كلها بتقعد. جزء منه ممكن يحدث فيه تكلس. التكلس ده لما بننظر اليه باشعة الماموجرام اللي هي الاشعة اللي هي الروتين بتتعمل خاصة في المرضى فدي لما يبص عليها دكتور اشعة مش متمرس مش واخد الكورس هيفتكر ان ده ورم. علاج الورم ايه؟ في ست زي دي عندها مشكلة كانت سيئة السمعة ان هو كان عندها ورم سرطان، استئصال الورم بقى ونشيل الورم من اول وجديد. يبقى اذا فكرة ان انا احط دهون اوتلاود كده واعيد بيها ملء الثدي، او ان انا ابني بيها الثدي، او ان انا ازود حجم الثدي كعمليه جماليه، انا ارفضها لان هي ممكن تؤدي الى اثار انا مش بتعيش. وثانيا لو تكلس منهم نقطتين ثلاثه دكتور الاشعه عمره ما هيجزم، ما يستطيع ان يجزم ان هذا هذه الغده اللي ظهرت او هذا النسيج اللي تكلس هو 100% دهن متكلس وليس ورم. خلي بالك لان دي مسؤوليه جنائيه وطبيه عليه. فيخش نفسه في المشاكل دي، يقول لك والله خد منها بايوبسي، خد منها عينه، اخذ منها الدكتور عينه، يبقى الصدر هنتملي بقى ايه مكان عينات. فعشان كده انا لا انصح بحقن الدهون الا لما يكون المريض عارف، وما يكونش قدامنا حل غير الحقن الدهون. اصل انا يعني اللي خلاني اسال ده لان فعلا اعرف واحده صديقه عزيزه جدا، واضح عندك اصدقاء كتير قوي، جربوا كل الحاجات دي، جربوا كل الالعاب، جربوا الحاجات دي، قال لهم انه ده الحل الاسهل واحسن ومش مكلف زي العمليه، وفي الاخر ولا اكنها عملت اي حاجه. فهي دي الفكره. انا اتفق مع حضرتك، كده انا سالت على طول، اتفق مع حضرتك تماما في هذا. تكبير الثدي لا زالت الطريقه الناجحه الوحيده الناجعه زي ما بيقولوا باللغه العربيه، هي وضع الدعامات اللي من السيليكون المبنيه من السيليكون. ومهما اثير على هذه الدعامات من ابحاث قد تسيء الى سمعتها، وجد ان السيفتي بتاعتها او درجه الامان بتاعتها تصل الى 1 في المليون لما يحصل منها حاجه. وحتى الان لم يثبت نوع من انواع التماثل ما بين ان حدوث اورام او حدوث اي مشاكل من الدعامات دي ووجود اي مشاكل او اثار جانبيه. اثار الجانبيه بتاعت الدعامات كلها معروفه، اللي هي ان يحصل نشوفيه في الثدي، يبتدي يحصل فيه الملمس بتاعه ما يبقاش ملمس طبيعي. دي زمان كنا بنقولها لما كنا بندرس في الاول في التسعينات، يقول لك 2-3%، واحنا نلاقي ناس نسبتهم اكتر، واحنا عندنا في مصر مختلفين، لحد ما ثبت النظريه ان هي بتصل نسبه النشوفيه في المكان تصل الى 20 او 25%. و
20-25 ملي درجات. يعني من أول إن هو يبقى فيه جمودية بسيطة لحد ما يبقى فيه جمودية جامدة. كل الكلام ده علاجه من أول لحظة، إن المريضة بنقول لها لازم تبتدي تعملي مساج من أول لحظة، هي اللي تعمل لها نفسها مساج. مش الطبيب ولا واحدة ست تي تعمل لها مساج. لا، هي بتعمل مساج في أوقات معينة، خاصة في أول 3-4 شهور من وضع الدعامة، وتبقى النتيجة كويس. حكيت بقى إن الدعامة موجودة مغطاة بالنسيج بتاعها محبب أو غير محبب اللي هو الكيس. قال لك الأحسن دلوقتي إن يكون الكيس كلير مش غير محبب، لأن ده بيبقى نتيجته أحسن في الشكل وفي طولة العمر بتاعته. إنما إن يكون ده نحط ده في كفة ونحط الدهون في كفة، كفة الدعامة اللي من السيليكون هترجح بالتأكيد. طبعا ده أكيد. ولو حد يعني لو حد مثلا أخذ الدهون دي وبيحقنها في وشه، تمام، ممكن انه بعد كام يوم مثلا نلاقي ان في ناحيه مش زي ناحيه بالظبط. هل بيبقى في دهون متشاله زي ما بيحصل مثلا في الفيلرز والبوتوكس؟ ممكن بتبقى الباقي الدهون متشاله؟ لا لا، حاجه كان في دراسه اتعملت برضو مش هخلص دراسات يا رهانه، انا مش هخلص دراسات من الدراسات دي يا دكتور. في دراسه اتعملت في اوائل التسعينات، واخد بال حضرتك؟ قالوا ايه بقى في الدراسه دي؟ قالوا ان الدهون لما ممكن يشيل جزء منها في الثلاجه، بس يعني ممكن ونطلع شويه منها ونحقنها. طبعا الاخوه المتفائلين، الاطباء المتفائلين اللي عملوا هذه الدراسه، بعد كده جه واحد ناس تانيين اكثر منهم تشاؤما، راحوا اخذوا عينات من الدهون اللي اتحقنت، فوجد ان اللي حقنوه دي خلايا ميته ولا حياه بعد الموت الا يوم القيامه. فلو في حاجه يعني لو في جنب مش زي جنب، لو مثلا ناحيه الوش مش زي الثانيه، بصي حاجة ممكن نشفطها طبعا تاني، او ناخد العملية تاني. اصل العملية بتاعت الحقن الدهون دي بتتم ببنج موضعي، اوكي، ولكن المفروض ان الطبيب بيدي بيقيس قبل ما بيعمل، بيحقن اليمين قد الشمال. وكلام حضرتك على فكرة صح جدا، حاجة دقيقة جدا ما شاء الله. ليه بقى؟ لان احنا بنقول ان نص الوجه الايمن مختلف تماما عن نص الوجه الايسر، ودي والدراع اليمين غير الدراع الشمال، والصدر اليمين غير الصدر الشمال. وحتى الدراسة عملت قبل كده الناس اللي عملوا فوتوشوب بيقدر يقسم، اللي عندهم خبره في الكاميرات وفي الفيديوهات في الكمبيوتر، بيعمل ايه؟ بيقسم صوره الوجه لنصين ويحط اتنين يمين عكس بعض ويعمل وش حضرتك، هتلاقي تقولي ده مش مختلف. انا ده مش انا، او يحط لك اتنين وجه شمال ويعكس واحد منهم ويبقى كانه يمين، هتلاقي الله ده مش انا، شكلي اختلف تماما. يبقى احنا الكلمه بتاعت حضرتك صح، احنا بنراعي ان احنا اليمين مش قد الشمال. ويمكن من الدراسات اللطيفه اللي اتعملت، انا مركزه طبعا، الدراسات اللطيفه اللي اتعملت ان هو تحديد حجم الثدي لما نيجي نعمل تكبير الثدي. دلوقتي جهاز الرنين المغناطيسي الـ MRI جهاز متطور جدا، بحيث ان انا بكتب جواب للدكتور بتاع الرنين بتاع مركز الاشعة، بقول له لو سمحت من فضلك هذه المريضة قادمة اليكم، هنعمل لها عملية تكبير ثدي برجاء تحديد الفرق ما بين الثدي الايمن والثدي الايسر. اوكي. NCCs بالحجم بتاعه. فيبقى يطلع ده مثلا ده 400 وده 300، يبقى انا لما هاجي اكبر الصدر الايسر هتستعمل بالونه مختلفه او دعامه. اوكي. طب تقدم قوي. ده لا ده فعلا يعني انا مثلا الحاجه دي النقطه دي انا عمري ما سمعتها قبل كده. دي كل يوم بنجيب لكم حاجه جديده. ما هي طرائف وعجائب. دي حلاوه الطب، ان بجد التطور فيه والدراسه المستمره في الطب، بنشوف حاجات شوف حاجه دايما بقول لزملائي دايما او تلامذتي وابنائي واخواتي الصغيرين في كليه الطب، لما بنيجي ندرسهم محاضره بنقول اذا كان شعار الكليه الملكيه الامريكيه البريطانيه اللي هي سانت هاريس القوات المسلحه بتاعتهم، هو سيرف تو ليد، يجب ان تخدم جنودك حتى تستطيع ان تقودهم. ولكن شعار كليه الطب هو ريد تو ليد، اقرا لتقود. لكن انت لو لم تقرا لن تقود ولن تستطيع ان تكون طبيب ناجح. واخد بال حضرتك؟ عشان كده اول ايه في القران اقرا. لو الانسان ساب القراءه وساب عدم الاهتمام بقراءه تفاصيل مهنته وبقراءه الدراسات زي ما يرى هانم بتعمل كده ومنورانا بهذه، لا والله ما شاء الله. شوفي حاجه، دي حاجه تحترم جدا ان حضرتك لما بتيجي تعملي حلقه بتحضري ليها قبل كده، وتروحي وتجهزي وتشوفي وتعملي دراسات وتقري دراسات. هي دلوقتي الموضوع كبسه زر، احنا زمان كنا ايام الهكسوس كنا بننزل نروح النمرو وندور على البيبر ونروح المكتبه. ولما سافرت سويسرا في التسعينات كنت فرحان قوي ان المكتبه مفتوحه، عمال اصور 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 وادفع فلوس عشان التصوير ده في شنطه ورق قد كده. فالموضوع لطيف يعني، بس المهم الناس تقرا بدل ما تعمل سوشيال
هوسبيتاليزيشن على الانستغرام والفيسبوك، لو هو قرأ زي ما هو بيعمل وبيضيع وقت هيقدر يعرف حاجات كتير قوي ويعرف دراسات كتير. دي اهم حاجه الدراسات. هنطلع يا دكتور لفاصل سريع وهنرجع على طول. طبعا عايزين كمان نبقى نشوف الاسئله، فيا ريت لو عندكم اي اسئله لدكتور عمرو تبعتوها على طول 1006 رقم الاس ام اس facebook.com/nogofm. النهارده منورني في الاستوديو دكتور عمرو مبروك استاذ جراحه التجميل، خليكم معانا ما تنسوش كمان في بعد دقائق نشره الاخبار فدقائق وهنرجع لكم على طول. انتوا لسه مع النص الحلو مع يارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وبكده بنكون ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة. أهلا بكم مرة تانية في النص الحلو، يارا الجندي معاكم ومنورني في الاستوديو دكتور عمرو مبروك أستاذ جراحة التجميل كلية طب عين شمس. يا دكتور ونرجع لموضوعنا تاني، ولكن في ممكن يعني نرد في اللينك ده عشان هيكون اللينك سريع على سؤالين. حد هنا كان بيسأل، دي أميرة بتقول، هل لو في حرق قديم في الدراع وسايب أثر هل ليه علاج بالمراهم ولا بيكون علاجه إيه؟ ده سؤال مهم جدا واجابته في احيان كثيره جدا بيبقى محبطه شويه. شوفي حاجة، احسن علاج للحروق عدم وقاحه. دي نمره واحد، لازم اتفق على ذلك. وعشان كده في العالم الاول هم استثمروا جامد جدا في الامن الصناعي، استثمروا جدا في المطافي، استثمروا جدا في الوقايه من الحروق علشان يقللوا اثار الجانبيه للحروق. لان الحروق للاسف الشديده الحرق اللي ما يخفش خلال اسبوعين من وقوعه يترك أثر. الحرق الضخم يؤثر على الحياة أو يؤثر على في أضعف الأحوال على الوظيفة بتاعت هذا الشخص وعلى العائلة كلها ككل. إذن أثار الحروق لو الحرق ده ما خفش خلال أسبوعين أو ثلاثة هيسيب أثر. علاج الأثر يتوقف. أنا كجراح تجميل أستطيع بقدرات من ربنا سبحانه وتعالى وببعض العلم اللي عندنا ان احنا نحسن الوظيفة او نرجع الوظيفة. يعني لو حصل تكلس في الاصابع، لو حصل تيبس فيها، لو حصل ندبات مقصرة ممكن هنفرد هذه الندبات. انما ان احنا نرجع الشكل اللي ما كان عليه قبل الحادث بتقف جهودنا عاجزة في كثير من الاحيان. بنحسن، نسبة التحسين بتصل الى 50% 60%. انما كن فيكون هذه قدرات الهية لا يمتلكها البشر للأسف يعني الشديد. مفيش. لو كانت الندبة ممكن نخفيها، ممكن نحسنها، ممكن نعمل معها. لذلك لكل مقام مقال. ما اقدرش على كل اعمم واقول مفيش علاج للندبات. ما اقدرش اقول كذا، لكن لا اقدر اقوله بثقة ان احسن حاجة ان الحرق ما يقعش. الحرق ما يحصلش. احنا نعمل وقاية منه، نحن نعمل علاج سريع، ان احنا ما نهملش في علاج الحرق. لو المريض حصل له حرق من فضلك اعمل تدارك للموضوع، روح لطبيب متخصص في جراحة التجميل يعالجك بسرعة قبل ما الحرق ياخد اسبوعين ويسيب اثر. يعني يبقى حضرتك قصدك اللي هو من اول حدوث، من اول لحظة مفيش بيض، مفيش زيت، مفيش معجون سنان، مفيش مش عارف ايه. الكلام ده كله مش مكتوب في الكتب، مش موجود في الدراسات. بس هي بس السؤال أميرة، هي بقى مشكلة ان الحرق اللي عندها قديم. ما هو الحرق القديم حضرتك على حسب عملية الأميرة. هل هو حرق صغير ممكن ان انا استأصله ويبقى مكانه ندبة شكلها حلو، ولا هو حرق كبير، ولا هو مأثر على المفاصل اللي جنبها؟ يبقى لازم نشوف أميرة، لازم لازم أميرة تتشاف. بس ما كانش عندها قدرات مادية احنا نرحب بيها في جامعة عين شمس نشيلها في عينينا. اوكي. من الطلاب تسأل، انا دي كان اول سؤال بقى جه، كانت بتسأل عن النانو فات والمايكرو فات، هل دول بيعالجوا بيه ندبات حب الشباب والتجاعيد، وبتحتاج كم جلسة عشان تخف، وايه هي خطوات فصل الدهون عشان تكون جاهزة للحق؟ احنا الدهون متهيألي احنا قطلناها بحثا، يعني غطينا النقطة، لكن طبعا بنقول ان الدهون بتستعمل في علاج الندبات، بتحسن شوية في الندبات، انما انها تخفيها
زي ما بيقول محمد علي كليه الله يرحمه الضرب في الوش ما فيهش معلش. عارفه دي حاجه. بس الليزر والحاجات دي يا دكتور ايه؟ والله حضرتك الليزر بيجيب فلوس كويسه اللي عنده اجهزه ليزر. بس مش لا في حاجات ليزر الليزر للشعر كويس، الليزر لازاله الشعيرات الدمويه الظاهره كويس، لازاله بعض من انواع الوحمات الدمويه ممتاز. ولكن ان انا استعمل الليزر زي ما بيقولوا عمال على بطال عشان اتخيل ان هو هيحسن من ندبات او هيحسن من الشكل او هيحسن من الاثار الجانبيه بتاعت اثار حب الشباب، هذا قول ينافي الحقيقه بدرجه كبيره جدا. نقدر نحسن شويه، تحسن مش هيبقى ازيد من 20%، لانه ساعتها بنستعمل الليزر كجهاز صنفره زيه زي بالظبط الصنفره القديمه بتاعت زمان او زيه زي الكيميكال بيل. الثلاث حاجات دي وجوه كلها العمله واحده، ثلاث وجوه لعملة واحدة لكن وبالتالي في بشرة قمحية زي بشرة عموم المصريين التعامل بخفة مع استعمال الليزر أو التأشير الكيماوي أو الصنفرة سيؤدي ذلك إلى حدوث ندبات، خاصة لما يتعمل الكلام ده في فصل الصيف والتعرض لأشعة الشمس. لازم المريض يعرف إنه هو لما هيعمل حاجة زي كده لازم هيستعمل كريمات الشمس بمنتهى الواقية من الشمس بدرجة كبيرة وباهتمام كبير. يمكن حضرتك الجملة اللطيفة اللي أنا دايما بقولها لما سألت مثلا رئيس قسم جراحة التجميل في جامعة طوكيو عن أحد العمليات التجميل اللي بتتعمل المكتوبة، فقلت له ما هي نسبة فشل هذه العملية عندكم في كوكب اليابان؟ فقال 12.5%. في وجود طبيب ومريض ومستشفى وتمريض وجو كله مثالي، كله بيسمع الكلام وكله ماشي زي الكتاب ما بيقول. احنا عندنا هنا في عوامل كثيرة جدا قد تؤدي الى عدم نجاح العملية في بعض العمليات. يبقى النسبة بدل ما تبقى 12.5% تعلى اكتر طبعا. واكتر. فعشان كده لما اجي انا بقى امسك فيها البشرة واقول ان انا هاجي هصنفر البشرة دي او هشيل الكلام ده كله بالعصا السحرية بتاعتي، للأسف لا نمتلك عصا طب سحرية. وفي ناس بتحقن، يعني ما عرفش شفتها برضو انه في ناس بتحقن الحفر او العلامات اللي في الوش بالفيلر او بالبوتوكس ده. لا الفيلر ما بتحقنش بالبوتوكس، بتحقن الفيلر على لسان ان هي تصغر حجم الحفرة دي. موجودة هذا الكلام بس ده هيبقى علاج وقتي برضو نفس الحاجة، هنرجع ونعمله تاني كل شوية بالزبط. وفي مينتننس كتير. صح. طيب في حد هنا بيقول عمر بعد بيقول واحد عرفه عمل عملية شفط الدهون بس المشكلة بعديها باسبوع توفي، هل تقريبا الشفط ده هو السبب؟ هل بيقول ممكن حاجة زي كده تحصل فعلا؟ والله حاجة على حسب المكتوب في الكتب والدراسات ده امر يعني نادر الوقوع جدا. ملوش علاقة، لان احنا دايما شفط الدهون ده له معايير مخصوصة في العمل بتاعه. احنا لو بنشفط دهون ما بنشفطش 15 لتر، مش بنعالج بيه سمنة مفرطة، احنا بنعالج بيه سمنة موضعية. عملية شفط الدهون معمولة علشان نشفط بيها المناطق التي تقاوم، لو حد عنده جنيب مثلا تقاوم الحمية الغذائية. يبقى ما فيش حاجة اسمها شفط كبير، ما فيش حاجة اسمها 15 لتر، ما فيش حاجة اسمها 20 لتر. في 5 لتر بالكتير قوي، 6 لتر بالكتير قوي. لما بيتشفط كمية دهون في هذا المجال وفي هذا الوضع دي بتبقى حاجة بسيطة بنقدر ان احنا نتعامل معها بمنتهى الحرفية علشان نقلل من اثار الجانبية لشفط الدهون. أوكي. اللي مكتوب في المراجع والابحاث العالمية ان شفط الدهون بيؤدي الى الوفاة، ده كان موضوع رسالة الماجستير بتاعي من 3 شهور برضه. من 3 شهور ايوه. فما فيش حالات كتيرة بيكون فيها جلطة رئوية او ما حصلش ان في حاجة فيها جلطة رئوية من دهنية، وفيش حاجة من الكلام ده موجود. لو اي عملية جراحية تمت بالمعايير الموصوفة في الكتب ان شاء الله ما بيحصلش ما بيحصلش اي مشاكل. طيب احنا نطلع لفاصل سريع يا دكتور وهنرجع على طول. 1006 ده رقم الاس ام اس، في اسئله كتير جت برده هبقى اقولها لحضرتك واحنا في الفاصل وممكن نرد عليها على طول بعد تمام. الفاصل. النهارده منورني دكتور عمرو مبروك استاذ جراحه التجميل، لو في اي اسئله facebook.com/nujumafm او على 1006. خليكم معانا دقائق وهنرجع بعد الفاصل. انتوا لسه مع النص الحلو مع يارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا سريعا وطبعا لسه مكملين كلامنا، انتوا بتتابعوا برنامج النص الحلو. النهارده منورني دكتور عمرو مبروك استاذ جراحه التجميل، وطبعا لسه بندردش مع بعض. قبل ما نروح مره تانية برضو للاسئله دكتور، ممكن بقى نروح للعمليات التانية.
برضو هل انا ممكن ادخل لحضرتك اقول انا مثلا عايزة اشفط دهون في حتة معينة فتقولي لا، يعني ايه اللي يخليني ما ينفعش او ينفع، او ده لازم عملية مختلفة تانية؟ ايه اللي يخلي الواحد اللي هو ينفع للعملية دي لشفط الدهون؟ يعني احنا عايزين نتكلم على حاجة لطيفة. يعني ناس كتير قوي بتتخيل من الاعلانات اللي بيشوفوها والزن على الودان ان حضرتك تعالي صايمة عشان نعمل عملية. ده غلط. في دراسات بتقول بتقول الدراسات بتقول ان الانسان العدد المتردد على عيادة جراحة التجميل مفروض النسبة بتاعت الناس اللي بيخرجوا من العيادة عاملين عمليات ما يزيدش عن 40% او 50 بالكتير. لو انا وصلت 70 او 80% من البيشنتس اللي جايين لي بعملهم عمليات تجميل يبقى في حاجة غلط. ده بيزنس، ده مش عيادة. دي مش عيادة. ليه حضرتك؟ لان احنا بنقسم الناس، يعني حضرتك طرحتي نقطة جميلة جدا يا رهانم، اللي هي بنقسم الناس لتلات انواع. نوع لازم نعمله عملية تجميل، زي الفيلم المسرحية الشهيرة بتاعت محمد صبحي لما بيقول لها انت كل حاجة فيكي كبيرة وانا ساكت، مناخير كبيرة وبتاع، وهي حاسة بمناخيرها خلاص، ده we have to help، لازم نساعد. ونوع المناخيرها زي الفل ما فيهاش فيها اي حاجة، وهي المشكلة هي في تفكيرها او كيف ترى هي نفسها، فده لازم ما نعملوش عملية. وفي النوع اللي في النص اللي هو اوكي ان احنا نعمله، بس النوع اللي في النص ده نوع تريكي جدا. ما ينفعش مريضة مثلا، يعني ساعات كتير او بتخش عليا مريضة مثلا مناخيرها كبيرة تقول انا عندي مشكلة مؤرقاني في حياتي، تعبانة جدا وزعلانة جدا ومتضايقة جدا، فانا اقول لها طبعا مفروض ما تسرعش، بس ممكن انا بقى خلاص بقى عارف انا متجه على فين، ولا فعلا حاسس بحضرتك، بس بفضل ساكت برضو وبراقب الموقف من بعيد، فلاقيها بتقول لي الحسنة دي مضايقاني قوي يا دكتور، مش سيرة مناخيرها. هنا الخطأ اللي بيحدث بقى، لو انا جيت قلت لها لا حضرتك لازم تعملي مناخيرك، هي مش حاسة بيها، هي مش مضايقاها، ده اللي هو لازم اقول لهاش. اوكي. لان ساعات بيجي لي دايما السؤال التريكي، ايه رأيك بقى في وشي يا دكتور؟ هتعمل لي فيه ايه؟ حضرتك زي الفل، تعمليش حاجة. لا بجد قول، لا حضرتك قولي انت نفسك تعملي ايه؟ احنا مش قاعدين، يعني في مكان للسوشياليزيشن او الشؤون الاجتماعيه او الحياه الاجتماعيه، ان احنا نتقابل مع حد او ما يعرف ان انا جراح تجميل، ايه رايك بقى في وشي؟ زي القمر يا فندم، مفيش حاجه، مش محتاجه حاجه خالص. انما في حد يبقى جاي للعياده وعارف كويس قوي هو متضايق من ايه، بس بيعمل اختبار الامن والمتانه، هيشوف الدكتور شايف العيب بتاعه ولا لا، حاسس بيه ولا لا، ودي مش وظيفه الطبيب. دايما بقول لزمايلي لسنا قضاء، لسنا دعاء، احنا اطباء. ولا انا بحكم على الناس، ولا انا بدعوهم اقول لهم اعملوا يمين او اعملوا شمال، بدعوهم لما فيه صحتهم وانصحهم النصيحه، واخد بال حضرتك؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ما اقدرش انا اقول للناس لا لازم تعملي او مش لازم تعملي. يبقى لما نرد على السؤال بتاع حضرتك، انا لازم اعرف المريضه بتقول لي اشفط لي دهون، ايه اللي مضايق حضرتك؟ اشوف لو انا التقيت معاها على ارضيه مشتركه وفعلا المشكله اللي بتشكو منها المريضه او المريض موجوده، انا شايفها وهي شايفاها، يبقى انا هكون اقرب ما اكون الى اسعادها وتحقيق النتيجه التي ترجوها. ولكن لازم اكون حريص ان انا احدد معاها ما مساوئ ومزايا هذا التدخل الجراحي الذي سيحدث، لان انا لو ما شرحتش بالتفصيل واخدت الوقت كله في الفصال المادي، يبقى انا ما بقتش دكتور، بقت القصه كلها بيزنس بالظبط، والطب ليس بيزنس. لان دايما كنت بقول لهم لزمايلي، اقول له انت عايز تبقى مليونير مش في الطب، لان الطبيب بيشتغل لوحده بايده، مهما عمل من عمليات مش هيقدر يعمل، عنده وقت محدد في اليوم، عنده عدد يعني ساعات محدده في العمليات. انما لو هو بقى فتح مستشفى ده رجل اعمال، شغل ناس معاه ده برضو رجل اعمال. انما القصه انك لازم تقابل المريض بتاعك مره واثنين وثلاثه عشان تتكلم معاه وتشوف هو عايز ايه. المره الاولانيه اول لقاء بيخرج المريض باسئله كتيره جدا، بيرجع يسالها تاني وهو جايب التحاليل، واللقاء الثالث يكون يوم العمليه الصبح. بنعيد نفس الكلام اللي قلناه وبنراجع سوا. كتير قوي بيقول لي المريض على فكره، يعني مثلا امبارح واحد مريض عنده اذن خفاشيه، انا شايف انها في الشمال اكتر من اليمين، فهو قال لي انا عايز اعمل الشمال، اليمين كويسه. بعد كده قبل العمليه، مع ان شفته مرتين قبل العمليه، جاي بيقول لي اليمين على فكره مضايقاني جدا وانا عايز اتصلح لي كمان الزاويه بتاعتها. هو واقعي الكلام ده موجود. يبقى انا
لازم انفذ له الرغبه بتاعته والوضع. طب والناس اللي بتخش بتبقى بتدلع شويه، يعني مثلا واحده جسمها حلو بس حاسه ان في نيه حته بسيطه مثلا عايزه، عاده ما بنعملش النيه دي او النيه دي يعني لو هي توقعاتها كبيره جدا. انما في ناس بيبقى عندهم جزء كبير جدا من الدقه في التشخيص. يعني في فرق كبير قوي بين العين الفاحصه والعين اللي هي حضرتك يعني انا احلى واحده في الدنيا بس انا عايز اسمع الجمله دي منك. دي لازم الطبيب المتمرس كده. احنا من جزء من منهج الدكتوراه بتاعنا ومنهج الماجستير بيبقى فيه منهج للطب النفسي والعلم النفس علشان اقدر يعني اثبر بنغور هذا المريض واقدر اعرف بالظبط المريض بيفكر في ايه علشان اقدر اساعده. لان المفروض ان الجراح المتمرس ما بيقعش في الحتة دي حضرتك بسهولة. هيقدر يميز هي تلجأ الى زيادة ثقتها في نفسها ام هي تعاني من بودي ايمج بروبلم او يعني لو مشكلة ناشئة تبقى المشكلة فعلا مشكلة نفسية مش فيزيكال. فدايما احنا بنقول جراحة التجميل لن تعيد اليك زوجك او صديقك اذا كنت انت تركتيه. اللي بيعمل عملية علشان يرجع علاقة او يحسن علاقة مش هيقدر يعملها. انما لو عايز يعمل العملية عشان يحسن علاقته مع نفسه هو ده غرض جراحة التجميل، كي يعيش الانسان في سلام مع نفسه وليس مع الاخرين. تحقيق هذا التوازن النفسي والسلام النفسي هو ده اهم رسالة للطبيب جراح التجميل ان يعملها. عشان كده مش كل عيان بيخش العيادة جراحة التجميل بيطلع عامل عملية واخد هدية وهو ماشي. الموضوع مش بيمشي كده يا جماعة. طيب في سؤال سريع ممكن هقوله لحضرتك قبل ما نطلع لفاصل، ده من رانيا. وده سؤال انا يعني كنت متأكدة انه هيجي. رانيا بتسأل على علاج الهالات السوداء والعروق اللي تحت العين. تمام. بتقول يعني بس هل دي ينفع انها تكون من غير حق؟ اولا انا بحب شحن في تجويف العين ده خالص. كان عندي مريضة راحت حقنت في حتة تانية وحصل انتفاخ في المنطقة وعمالة تعاني. على فكرة علاج الفيلرز الحقن بتاع الفيلرز لو الفيلر ده النوع بتاعه كويس معمول من هايلورونيك أسيد بيور هيبقى سهل جدا إزابته بمادة اسمها هايليز حقنة بتدوبه في ثانية. فما فيش مشكلة من الحقن طالما المادة المحقونة مادة كويسة نظيفة وكويسة وبيور. الحاجة التانية احنا عندنا لازم نحلل الخواء بتاع العين او الجفون العيبل في الجفون. العيبل في الجفون اللي هو زي ما حاجة تفضلتي وقلتي التصبغ او اللون الاسمر اللي موجود في الجفون، وده بيحصل نتيجة لحاجتين. نمرة واحد طبعا السهر كتير، الشغل قدام الكمبيوتر، يعني الارهاق عموما بيؤدي الى هذه المشكلة. الحاجة الاخيرة اللي احنا لازم نتكلم عليها ونكون صراحة جدا ان هي التدخين، عدم شرب المية الكفاية، كل دي عوامل بيكون فيها نتيجتها ظهور التصبغ وظهور علامات الإجهاد على الجفون السفلى بالذات. الجفون السفلى هي مرآة العين، الشعيرات الدموية فيها رقيقة جدا، نوع الجلد اللي في الجفن السفلى ده حاجة يعني ربنا سبحانه وتعالى عامله بطريقة مخصوصة جدا انه very soft وطري جدا. فأي حاجة بتظهر فيه أي مشاكل للإنسان بتظهر عليه، الحالة النفسية بتظهر عليه، التورم نتيجة للتدخين، لأن يعني اللي بتدخن دي أو اللي بيدخن بيكح باستمرار. لما بيجي بيكح باستمرار بتنفجر بعض الشعيرات الدموية في منطقة الجفون، وهذه الشعيرات الدموية بتؤدي إلى الانتفاخ وامتلاء المنطقة بالتورم. علاج التورم زمان كنا بنيجي نعمل عملية شد الجفون نبقى فرحانين قوي إن أنا شديت الجفن، ويجي الأستاذي يجي وهو بيشرح يقول لي شفت وادي تلت بوكتس من الدهون شلناهم. الكلام ده خلاص بطل. احنا بنشد الجلد لأن اللي حصل هو نوع من أنواع الفتاق أو ضعف في جدار الجفن. فأنا لازم أشد الجفن لأن مشكلتي مع السن هي زي ما بيحصل خواء في المنطقة دي، فراغ بيحدث مع الوقت، هو بيحدث كمان فراغ في الجفن تحت العين. فأنا مش مفروض إن أنا أشيل دهن، لأن أنا لو شلت الدهن هيعمل ما يطلق عليه باللغة العربية النظرة الخاوية أو الخواء اللي موجود في هذا الجفن، وبالتالي الإنسان بيعاني في مشاكل مع شد وإزالة الدهون. احنا بنشد الجلد بطريقة مخصوصة، ويمكن كان في بحث حاجة مختلفة بحث اتعمل سنة 2013 واخد جايزة احسن بحث في المجلة الامريكية لجراحين التجميل عن سنة 2013، كان عن ثورة في عالم شد الجفون السفلية. ان هو ما بقاش يشيل جلد،
هو بيسلك الجلد، لان في الحته دي بعد عمل عمليه تشريح دقيقه جدا على في معمل التشريح عشان يشوف العضلات اللي جايه من الجلد هنا. فوجد ان العضلات بتمشي كده لحد الجفن في الاخر لحد الانف وتروح راجعه تاني. فتروح عاملة الخط الحاجز اللي حضرتك بتشوفيه اللي هو الناس بتيجي يقولك الحاجز ده باين قوي. فأجي جراح التجميل بيعمل ايه بقى العملية اللي ابتكرها هذا الأستاذ، انه بيجي بيسلك العضلة دي بيقطعها. بتقولي ما لما يقطعها هيعمل مشكلة، وربنا سبحانه وتعالى كان عايز تبقى لازم ما تقطعش. فهو لما بنقطعها بنقدر نشد الكلام ده فكله يبقى مية واحدة من الأنف اللي هو الجزء الأنسي الى الجزء الوحشي اللي هو من اقصى اليسار او اقصى الجهة الوحشية من الجفن ناحية الاذن. فلما بيشد جدا بيومية واحدة لازم بقى يعمل حاجة مهمة جدا، انه ياخد غرزة مهمة معمولة مخصوص هو الراجل اللي ابتكرها علشان يوصل الجلد لل عظمة وللعضلة في المنطقة دي. طبعا عملية دقيقة جدا ما ينفعش اشرحها الإذاعة. انا بحاول اتخيل اللي حضرتك بتقول. محتاجة حضرتك شوية شهادات كده بين بكالوريوس طب الماجستير والدكتوراه. شهادة قاعدة كده ايه في لحظة تجالي. انما المهم ان هو وصل ان استئصال الجلد يبقى كمية قليلة جدا. وصل ان استئصال الدهون يساوي صفر. يبقى إذن هي عملية أقرب ما تكون إلى الطبيعية. يعني اختلفنا من التسعينات يعني. عشان كده واخد الجائزة. احنا اختلفنا من التسعينات للألفينات للألفية يعني العشرين سنة الأولى من الألفية 2013. هو قال احنا اختلفنا وغيرنا الوضع بتاعنا واتكلمنا على ان احنا هنستأصل جلد قليل وهنستأصل مش هنستأصل دهون خالص، انما هنصل الى الشدة الكاملة للجلد علشان نؤدي الى نتيجة مقبولة ومرضية للمريض. اوكي هنطلع يا دكتور لفاصل وهنرجع، لما هنرجع هيبقى ده اخر لينك قبل ما نختم الحلقة مع بعض النهاردة. فياريت طبعا لكل اللي بيتابعونا لو في اي اسئلة عايزين تبعتوها لدكتور عمرو ده الوقت علشان الوقت هيجري سريعا انا عارفة بعد الفاصل على طول. فياريت كل الاسئلة تتبعت على 1006 او على الفيسبوك facebook.com/nogumfm nogumfm. النهاردة طبعا منورني في الاستوديو دكتور عمرو مبروك استاذ جراحة التجميل كلية طب عين شمس. خليكم معنا دقايق وهنرجع على طول. انتوا لسه مع النص الحلو مع يارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم النص الحلو. طبعا منورني في الاستوديو النهاردة دكتور عمرو مبروك استاذ جراحة التجميل. يا دكتور في سؤال هنا من كارولين بتقول هو ايه المايكرو نيدلينج، هل هي حاجة افكتيف للمسام الوحش الواسعة اللي على الوش او الخطوط اللي بتكون موجودة حوالين البق؟ والله شوفي حاجه هي الضحكه اللي في الاول دي يعني اصلا زهقت من الحاجات دي حاجه يعني. هي المشكله ايه التولز الادوات اللي في ايدين الشخص اللي بيمارس مهنه التجميل. احنا بنحترم جدا زملائنا دكاتره الجلديه وبنعتز بيهم جدا، انما هي المشكله بتحدث ازاي؟ ان دكتور الجلديه ما تمرسش في جراحة التجميل، فهو عايز يعمل تيلورينج او يختار طريقة معينة يقدر انه يعمل بيها كل حاجة تحسن هذا الشخص ويستفيد منه هو والمريض يستفيد من غير ما يعمل جراحة. واحنا عشان نتكلم عن جراحة التجميل او مهنة التجميل عموما، مش عايز كلمة اخصائي تجميل دي مش واردة، استشاري تجميل ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها جراح تجميل. جراح التجميل ده معاه في ايديه كل انواع الادوات، بيعرف يمسك مشرط كويس ويعرف امتى يستعمله وامتى ما يستعملوش، يعرف يحط الفيلر امتى ويعمل الليزر امتى. انما لما يكون كل اللي في ايد حضرتك ليزر وشويه ادوات وما تقدريش تمسكي مشرط، فبتحاولي انك انت تخلي كل حاجه تعمليها بالادوات اللي معاكي دي. فنيجي المايكرو نيدلينج. هو المايكرو نيدلينج ده بيعمل ايه؟ نفس القصه، هو بيعمل زي الصنفر. تيجي فرشه كده وتروح لفه كده اهو وتلف زي البتاع اللي بتعمل ملعب التنس الصبح لما تلاقي حاجه في النادي تلاقي ملعب التنس بيتفرش ببتاع كده زي وبور الزلط. هو نفس الحكايه بس فيها اشواك رفيعه. غرضها ان هي تعمل ايه؟ تعمل
حفر صغيرة رفيعة بالمايكرونيدل. لما تعمل الحفر الرفيعة دي هتخف على ان هي يحصل بيها سكند انتنشن. هتخف ازاي؟ ان هي تقفل مع الوقت. لما تقفل مع الوقت هتقلل حجم المسام. اوكي. هذه هي الامال العريضة. لما يجي بقى المريض يقول لك استعمل انت في البيت بقى وافرك كده. يجي لي ناس محروقين في وشه. يعني اصل انا جبت البراش دي ومشيتها على وشي شوية ونزلت نقطتين دم زي ما الدكتور. يا عمي الحاج ليه بتعمل كده؟ غلط. فالجوجل والقصص دي كلها ادت الى الناس كتيرة قوي بتتخيل مع النتيجة ومع وجود الفوتوشوب في الايدينا ان احنا ممكن نعمل حاجات بالمنظر ده او نبقى اكثر جرأة في استعمال هذه الادوات او ما فيش في ايدينا حاجة غيرها. لا من فضلكم المايكرو نيدلينج زيه زي الكيميكال بيلينج زيه زي الليزر ريسيرفينج زيه هو وجه من اوجه الميكانيكال او الصنفرة الميكانيكية. لا يجب الا ان تستعمل الا بحرص شديد ونتائجها مش مرضية لهذه الدرجة خاصة في البشرة القمحية، خاصة لو أدى هذا إلى تدمير زيادة أو الحفر زادت أو المايكرونيدل اللي عملته مش تمام. نعور نفسنا أصلا ونبهدل وشنا في الآخر مش نصلحه. احنا اتفقنا أن الضرب في الوش مفيش معلش. مفيش خالص. ندى محمد بتقول مساء الخير يا دكتور، أنا عندي وحمة تحت عين واحدة شبه الهالات كده وهي مش تجمعات دموية، رحت لدكاترة كتير وتشخيصهم إنها وحمة وهي ظهرها لي من 7 سنين وكل الدكاترة اللي رحت لهم قالوا لي ما عندناش أي جهاز أو أي حاجة. هي بتقول أنا مش عارفة أعمل إيه وهل لو عملتها بتتشال بنسبة 100% سوري. ده سؤالها ان هي عندها حاجة تحت عينيها. احنا طبعا 100% ده احنا اتفقنا عليه انه مش موجود. الوحمة دي على حسب، لو هي وحمة دموية ممكن جهاز الليزر يتعامل معها، نوع معين من اجهزة الليزر. لكن بما ان هي راحت لكذا دكتور فقال لها لا، لان الوحامات السمراء اللي هي البيجمنتد مولز او البيجمنتد ليجنز دي بتبقى التعامل معاها بالصنفرة حتى الان لم يظهر جهاز الليزر قادر على ازالة اللون او التصبغ الاسمر ده يفتحه. واخد بالك حاجه؟ خاصة ممكن تكون هي قريبة قوي من العين، علشان كده هما بيخافوا انهم يستعملوا الليزر، لان الليزر لو قريب جدا من العين ممكن يأثر على العين ويأثر على العدسة ويأثر على القرنية. يبقى الحل الجراحي. الحل الجراحي بيختلف على حسب الموقع، على حسب الحجم. وطبعا علشان تشيلي المنطقة دي حضرتك وتحطي رقعة لازم تكون الرقعة الجلدية دي من نفس لون الجلد، ودي مش موجودة غير في منطقة واحدة بس خلف الأذن. هل هي لو هي في الجفن يبقى لا أنصح بإزالتها. يبقى الحل التقليدي اللي هو استعمال بعض كريمات التفتيح أو الكونسيلرز بتاعت الميكاب أو الكلام ده كله، ممكن إن هي تخفي هذا علشان مش هقدر اصل لنتيجه 100%. وطبعا كل الكلام ده انا بقوله وانا ما شفتش الحاله فما اقدرش احدد هل هي تخش تحت انهي نسق من هذا. انما الحرص واجب وعدم الدخول حاجه بنثني بيها على زملائنا الاطباء اللي شافوا الاستاذه وقالوا لا مش هنتدخل، ما فيش في ايدينا حاجه، لان الكلام على حسب كلامها ده كلام قريب من الواقع. يستحسن ان احنا ما ندخلش، لكن طبعا لو شفناها نقدر نحدد بالظبط الموقف شكله ايه. طب ليه يا دكتور دايما العمليات المناخير دايما اكتر عمليات بشوف ناس بتعملها كتير؟ يعني اقابل مثلا واحده تكون عاملاها 3 مرات ودايما تلاقي فيها مشاكل كتير قوي، اشمعنى دايما هي دي ازمه في عمليات المناخير؟ الانف اولا هي عنوان الوجه، هي شيء هرمي في منتصف الوجه ولازم هتبصي له. اول ما تشوفي حد عشان تبصي له في عينه هتشوفي مناخيره، عشان كده القصة الشهيرة بتاعت سيرانو لما قالوا له من فضلك اوعى تبص على مناخيره وما تبصش على مناخيره، اوب وراح بص على مناخيره برضه. فالمشكلة بتاعت الانف ان احنا كلنا واحنا اطفال صغيرين تعرضنا لاصابات في انفنا من الكورة من الجري الكلام ده كله، وقعنا في الحضانة ونزلت نقطتين دم والمدرسة ما قالتش لحد ان مناخيري باظت او نزلت نقطتين دم، فحصل كسر. الكسر ده لحم مع الوقت وعمل اعوجاج مع وصول الطفل ده لمرحلة البلوغ. فتيجي كانت مناخيره قد النبقة الصغيرة وهو صغير، وبعدين لما وصل مرحلة البلوغ بقت المناخير كبرت وبقت ايه فيها همب. عشان كده الام تقول لها شفتي انا مناخيري حلوة وانت مناخيرك طلعت زي ايه؟ مناخير عمتك. زي مناخير باباكي. ايوه عمتك. فبيقولوها كده. فطبعا لا، هي معظم الانوف اللي بتشوفها بيكون حصل فيها اصابات متكررة على مدى العمر.
ولم يتم التعامل معها بنجاح في فترة الإصابة لأن ما حدش أخذ باله. عملية تجميل الأنف بتجرى إن إحنا لازم نتعامل مع أي حاجة ثلاثية الأبعاد في طول وعرض وارتفاع. طول والعرض والارتفاع دول بيجعل مني ملزم ان انا اتعامل مع ثلاث اشياء دول. بتعامل مع المكون العظمي والمكون الغضروفي بتاع الانف ومكون الطول بتاعها ومكون الاغشيه المخاطيه. فهي عمليه معقده ممكن تجرى في ساعه ولكن لازم تتعامل معها في كل حاجه. المشكله الرئيسيه بتاعت عمليه الانف هي عدم الصبر. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بعمل العمليه، زمان كانوا بيقولوا ان النتيجه النهائيه بتاعت عمليه تجميل الانف هي بعد 6 شهور. دلوقتي قالوا لا، سنه. صح، سنه. دي الجمعيه الامريكيه بتحطها الجايد، من فضلك ما تحكمش على انفك قبل مرور عام. اللي بيحدث مع الناس اللي حك عرفتيهم او قابلتيهم ان هي عملت العمليه النهارده، بعد 3 4 اشهر مش طايقه نفسها عشان لسه الورم بينزل، والورم بياخد وقت عقبال ما يفش. فتروح رايحه لحد ابن حلال، فالحد ابن حلال ده بيتخيل نفسه انه بطل العالم، فيروح عامل لها عمليه ولسه الدنيا ما تكونش بتا... لا مش هيبوظ الدنيا ولا حاجه، لا قدر الله يعني. فممكن برضه يكون راجل متمرس وكل حاجه، هو بينظر بعين الشفقه للاولاني بيقول لا ده ما عرفش يعمل اللي انا هعمله، فيروح عامل لها حاجه وتكون لسه النتيجه ما حصلتش فتخش كده. فدايما بيقولوا، كانوا بيعلمونا يقولوا لنا ان الوانس الشخص لو مره حصل له إحباط من حاجة، هو بيتوقع الإحباط في كل مرة بيخش يعمل إجراء جراحي. فيويله سواد ليله اللي يجي له مريض ويعمل له يبقى هو الرجل الثالث أو الجراح الرابع أو الجراح الخامس، هيشيل كل أخطاء وأثار الجانبية بتاعت زملائه اللي قبله. فدايما بقول لا، حضرتك عملتي عملية عند إكس، كملي مع الدكتور اكس حتى اخر المشوار، وان شاء الله يكون الاختيار بتاعك الاول لهذا الطبيب المتمرس انت لفيتي وعرفتي ان هذا الدكتور اللي قبل حضرتك وثقتي فيه، جعليه يكمل معك المشوار، يكمل معك السنة، ولو في حاجة مش عاجباكي هو اللي يصلحها لك برضه. انما ان حضرتك تروحي من اكس الى من سين الى صاد وتروحي لزد والكلام ده كله، لا دي مش مطلوبة. أصلا سمعت ان في دكاترة تيجي مثلا تعمل مناخير، فتبقى مثلا المريضة دي عاملة مناخيرها قبل كده، فيفتحوا المناخير يلاقوا فيه مصيبة جوه. بالظبط، يلاقوا حاجة ما كانوش يعني متخيلينها معمولة من بالزبط. دكتور قبلي مثلا. بس هي المشكلة كما قال عادل امام بحض وقعنا في الفخ. هي مشكلة يا دكتور، وهنختم دي، إن عمليات التجميل بتبقى برضو ادمان. يعني لسه كنا بنتكلم ان على ادمان التاتو، البيرسينجز بتبقى ادمان، العمليات التجميل. انا اعرف ناس وبشوف برامج وحاجات كده، الناس دي بتبقى وخصوصا البرامج مدمنة الحاجات دي. كان في مقالة لطيفة في لوس انجلوس تايمز، مرة دي بقى مقالة مش صحفية وليست مقالة طبية، عملوا حديث مع الناس اللي ادمنوا جراحة التجميل. فعملوا حديث مع واحدة ست عندها 58 سنة، وقالوا لها انت بتشتريتي جراحات التجميل وانت عندك 38 سنة وكل شوية عمالة تعملي حاجة. فهي قالت جملة لطيفة جدا بتقول لحاك على المعنى اللي حاك قلتي. قالت ايه؟ قالت انا عملت عمليات تجميل كتيرة قوي فعلا، انا ببص على نفسي في المراية بلاقي ست حلوة، بس انا اؤكد لكم ان انا مش نفس الست اللي كنت بشوف نفسي في المراية وانا عندي 38. ليه؟ لان شكلها اتغير. يعني ما رجعتش شابة بتاع 38 سنة هي. وده الخطأ اللي بيحدث من المريض وبيحدث من الطبيب لما ينساق وراء المريض. ما ينفعش ان انا اغير شكل المريض واغير شكله عما كان عليه في سن الصبر. هي دي الغلطة اللي بتحدث. ادمان عمليات جراحة التجميل هو ادمان يجب ان يحكمه الطبيب، عشان كده زي ما اتفقنا جراح التجميل المتمرس لازم يقعد مع المريض مرة واثنين وثلاثة حتى يعرف بالظبط هو عايز ايه، هو ايه اللي مضايقه والمشكلة جات فين. لو هو ما عملش وما شافش الكلام ده وما اهتمش انه هو يعرف زي القصة شكلها ايه، هيقع في الفخ مثل عادل امام في الفيلم. طب وتعمل ايه يا دكتور في الناس اللي تخش عليك ان مثلا ماسكه صوره كيم كارداشيان وتقول انا عايزه شكل كيم، شكل جسم كيم كارداشيان؟ تخيلي يا هانم الوضع ده اتغير. زمان كان ممكن قبل الانترنت او قبل شيوع الانترنت الناس كلها بقت عارفه كويس قوي هي عايزه ايه. ما حدش بقى يجي يقول لي انا عايزه ابقى اشبه نانسي عجرم ولا اشبه فلان او اشبه علان، وما حدش بقى جاي يقول انا عايزه ابقى سبع فلان. دي كنت بشوفها في التسعينات،
لكن في 2016 او 2020 او 2019 لا، احنا الناس بتجينا بتبقى عارفه كويس قوي هي عايزه ايه. تقول لي انا عايز اعمل شفايف زي شفايف بتاعت كيم كارداشيان، اقول لها كيم كارداشيان از having some عندها بعض الجذور الأفريقية وبالتالي وشها وجسمها وشكلها ماشي مع الجسم الجسد الأفريقي. هو جسد مميز له مواطن جمال كثيرة جدا، لكن ممكن ما ينطبقش على حضرتك، فلازم تبقى عارفة كده. ومن العمليات اللطيفة اللي كنت بعملها زمان ودلوقتي ما بعملهاش خالص، اللي هي الناس اللي بيجوا عشان يصغروا حجم شفايفهم. بقوا دلوقتي محدش بيجي طبعا يشتغل حبيبي، كل عايز يكبر شفايفه. فيعني حاجه انا زمان بلاقي نفسي كنت بعملات كتيره جدا. كان اخواننا اللي هم المصريين ما شاء الله الحمد لله هو شعب طيب الاعراق، يعني احنا عندنا اكبر خلط في الاجناس. الشعب المصري ما عندوش العنصريه ابدا. يعني من زمان قوي تلاقي الاسمر بيتجوز البيضه، او البيضه ما عندهاش مانع ابدا انها تتجوز راجل اسمر او العكس. فاختلطت الاجناس في مصر فأظهرت هذه الخلطة السرية للشعب المصري. فبتلاقي حاجات كتير قوي المصريين ممكن يكون عندهم ملامح أفريقية أو ملامح شركسية أو ملامح من الحجاز ومن السعودية، كل الخلطة دي الذكية بتاعت المصريين. فكان في مجموعة كبيرة جدا من المصريين اللي هم بالذات من جنوب الوادي كانوا بيجوا عشان يصغروا شفايفهم. دول دلوقتي ماشيين بمنتهى الفخر بشفايفهم، وكل الناس بتحسدهم على شفايفهم. كله بيروح يعمل الكلام ده على شفايفهم الجميلة. مظبوط كده. يا دكتور انا سعيدة جدا ان انا قابلت حضرتك النهاردة. ده شرف ليا يا رهان بجد. من الاوقات الحلوة بتعدي بسرعة. ده حقيقي والله. وملحقناش بقى نقعد مع دانينا قاعدة عن الدراسات دي، عايزة حلقة لوحدها كده، حلقة الدراسات. الدراسات الاجتماعية. يا كل الدراسات نعمل لها حلقة مخصوصة. والله ده شرف ليا حاجة. احنا ممكن نتكلم الصبح عن العلم، علم الاحصاء ده علم جميل جدا. ده جميل جدا جدا. انا مبسوطة جدا يا دكتور مرة تانية، وبشكر حضرتك على كل المعلومات المهمة والجميلة اللي حضرتك قلتها لنا النهاردة. وإن شاء الله أكيد أكيد هنتقابل مرة تانية وتنور لي مرة تانية في الاستوديو. ده شرف لي يا رهان. مرسي على وجودك معي. مرسي يا فندم. مرسي جدا. النهاردة نورني وشرفني في الاستوديو دكتور عمرو مبروك، أستاذ جراحة تجميل كلية طب عين شمس. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، يا رب تكونوا استفدتوا من كل المعلومات اللي قالها لنا الدكتور. للأسف وقت الحلقة خلص. إن شاء الله الثلاثة الجاي هكون موجودة معاكم وحلقة جديدة من برنامج النص الحلو. لغاية ما نتقابل تصبح على خير. باي باي. كنتم مع النص الحلو مع يارا الجندي على نجوم FM ونجوم FM TV.